الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة، برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بيكم في موزايك. موجودين النهاردة في مقابر الطيبين أو جبانة الصالحين. المقبرة الفاطمية اللي بتتوسط مدينة أسوان يمكن بتعتبر من أقدم الآثار الإسلامية اللي موجودة في مصر. المكان ليه قيمة تاريخية كبيرة وملامح إنسانية هنتعرف عليها من خلال لقائنا مع الأستاذ عمرو سعيد مفتش الآثار الإسلامية بأسوان. برحب بحضرتك أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. موجودين النهارده في مكان تاريخي ومكان يعني بيحمل اهل اسوان لهذا المكان المشاعر الانسانيه الكبيره، ودايما بيقدسوا هذا المكان وبيقدروه وبيعتبروه من الاماكن المباركه داخل المدينه. دايما بتهفو الانفس لهنا، ويمكن المكان ليه قيمه انسانيه وروحيه كبيره عند اهل المدينه. ده طبيعي طبعا. اولا احنا بالنسبه لقيمتها الاثريه وبالنسبه لقيمتها الروحيه والدينيه، احنا نتكلم بداية من قيمتها الأثرية. فهو مكان قبل ما يبقى مدفن للمسلمين كان مدفن في العصر الروماني، وكان برضو كان محجر الفراعنة، يعني بعيد عنينا تقريبا بنص كيلو 500 متر توجد المسلة النقصة. كان مكان محجر، يعني بداية كان مكان محجر في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الدولة الفرعونية. بعد كده بقي مدفن في الروماني، وبعد كده اصبح مدفن في ايام الدوله الاسلاميه ومن بدايه الدوله الاسلاميه من صدر الاسلام. فبدايه في صدر الاسلام اقدم حد دفن هنا اللي يعني وجدنا عليه دليل كان قبر باسم عبد الرحمن حجزي. بداية كانت اللغة العربية مش منقطة، فاحنا مش متأكدين إذا كان حجزي أو حجري أو حجري، ما فيش ألف، يعني إحنا بالحروف بالإماء، لأن كانت اللغة العربية بداية ما كانتش منقطة. فده كان مدفون سنة 31 هجريا، سنة 31 هجريا كان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان كان أمير المؤمنين ساعتها، فده يعتبر في الخلافة الراشدة وفي صدر الإسلام، فده يرجع لأهميتها التاريخية والأثرية. يعني بداية هذا الشاهد الأول لقبر المسلم اللي وجد هنا اللي هو عبد الرحمن الحجزي أو الحجري زي ما حضرتك قلت، كان في الفتوحات الإسلامية لمصر، وكان يعني من أوائل الشهداء اللي وقعوا أثناء الفتح الإسلامي لمصر، صح كده؟ احنا بداية احنا بنجزم احنا كأثريين بنجزم بالواقع بالمعلومة الأكيدة. احنا أكيد دلوقتي إن العرب المسلمين وصلوا لغاية أسوان ومحاولات لفتح الجهة الجنوبية، وبداية إن ما دام وجود الشاهد ده فإحنا بنقطع إن في صحابة هنا 31 هجريا، ده أكيد صحابي أو بالكثير تابعي، بالكثير يعني. فالظريف هنا في أهل أسوان إن المعلومة دي متواترة عنديهم اجتماعيا، فإحنا بنلاقي الناس الكبيرة في السن
بنلاقي ان حد كبير في السن بيجي يخش مقبره القباب الفاطميه او الجبانة الفاطميه، بنلاقيه عزكم الله بيقلع النعل بتاعه بيمشي حافي. نساله ليه يا عم الحاج كده؟ يقول هنا في صحابه، هنا في اولياء. فده التواتر الاجتماعي. احنا كاثريا وعلميا لا، كلامه صح. احنا معانا شاهد قبر 31 هجريا في عصر الخلفاء الراشدين عثمان، سيدنا عثمان بن عفان. برضو مش هغفل حاجة ان يعني المقبرة هنا بتتوسط المدينة، وده شيء يمكن غريب عن المدن بشكل عام، يعني دايما المقابر بتكون متطرفة، لكن وجود المقبرة في وسط المدينة ده اعطى ليها قيمة روحية، ويمكن اهل اسوان كلهم رايحين او جايين بيلقي السلام على الموتى الموجودين هنا في المقابر الفاطمية. وكمان بيقال بعض الحاجات اللي هي الروحية الجميلة، ان مثلا صيف او شتاء لما تعدي جنب المقبرة لازم بتشم نسيم هوا كده، وبيبقى يعني رغم ان اسوان معروفه طبعا ان هي مدينه حاره، لكن هنا في نسيم يقال ان هو ده نسيم الصالحين او المباركين اللي مدفونين هنا داخل المقابر. هو ده ممكن يكون شعور طبيعي ان تبشر بالخير، ان انت معاك صحابه وتابعين هنا، ففي ناس من اهل الجنه رسمي يعني، فده تبشر بالخير يعني. لكن قصه ان هي في وسط المدينه، احنا ما يعني ده في وسط المدينه في العصرين الحالي لغايه 1960 كانت لا دي منطقه متطرفه، يعني دي كانت جنوب اسوان، لغايه 1960 يعني. كمان احنا معانا صور اثريه من سنه عشرينات، لا دي كانت جبال وصحراء ما فيش حد بيعدي من هنا. فده طبعا لما وصل لغايه هنا اصبحت هي في قلب المدينه. طبيعي. فهو ده اللي حصل، لكن هي دلوقتي في وسط المدينه وبقت بالمنظر ده، يعني ما كملش كلام ده 60 سنه و70 سنه. استاذ عمرو، برضو المقابر الفاطميه يمكن مش هنتكلم عليها ان هي اللي موجوده هنا واللي احنا بنصور فيها، لكن في جزء اخر موجود عند مقبره العناني او عند منطقه العناني. يقال ان المقبرتين كانوا متصلين ببعض، لكن برضو تم انفصالهم بعد الزحف العمراني اللي جه على المدينه. ده صحيح. هي اصلا مقبره واحده وجبانه واحده من عند اللي هي في طريق السادات، اللي هي جنوبا من عند شهداء تشكى وشمالا حتى اللي هو منطقه النفق اللي عند العناني، دي كلها كانت جبانه واحده، وده السبب ان هي منطقه يعني مسطحه وكانت بتقام فيها المعارك، فاللي كانت المعركه اللي بتحصل كان بيدفن الموتى في نفس المكان، مش هيشيلوهم مكان تاني يعني، فجنود كتير متوفين بيدفنوهم في نفس المكان. فخلاص تعرفت جبانه بالاضافه ان هي زي ما قلت ان هي مكان يعتبر الى حد ما متطرف، لان بيكون السكنه قديما جنب النيل، جنب مركز مكان مصدر المياه ومصدر الزراعه. لكن دي احنا كده لا، انت بقيت جنوبا وبعدت شويه عن النيل يعني. على هذا المكان طبعا المقابر الفاطميه. المقابر الفاطميه او العصر الفاطمي بشكل عام كان بيتميز بوجود القباب اللي بتميز معظم المباني او معظم المقابر. نشرح ده. وطبعا الفاطميين جم في عصر لاحق، ولكن رغم كده اطلق على هذا المكان المقابر الفاطميه. ده صحيح، سميت بالمقابر الفاطمية لأن السائد المعظم القباب الفاطمية، المعظم قباب فاطمية، وهي اللي أخذت شكل وزخارف معمارية عن الباقي يعني، وهي أكثر حاجة باقية. إنما هي احنا زي ما قلنا المكان ده تاريخه فرعوني روماني صدر إسلام، فطبعا في صدر الإسلام كان طبعا بيبقى الدين ما فيهوش إضافات، الدفن بقى ما فيش يعني، حتى شاهد القبر بيستكتروه، اللي حتى زار البقيع الاصليه اللي في المدينه يلاقي القبر الناس الصحابه معروفين بالاسم، مكان مش مكتوب عليه ما فيش شواهد. فبعد كده لما دخلنا في عصر هنا في اسوان في العصر العباسي والعصر الاخشيدي الاستقلال من العصر العباسي والفاطمي، بدا ظهور اللي هو التركيبات والشواهد القبور، وبعد كده ابتدى بقيت يعمل قباب، والقبه بدا يبقى ليها ملحقات، يعني تلاقي قبه زي ما احنا المكان موجودين فيه قبه ملحق بها جامع وقبه ملحق بها سبيل اللي هو على روح الميت، المكان سوابله على روح الميت، ما دام هو يعني غني ماديا بيعرف يعمل ملحقات اكتر واكتر. المقبره بتاعته. فهو هنا الشاهد ان القبه مش لازم يبقى تحتها شهيد يعني شيخ، لا القبه ممكن يبقى واحد ثري ماديا وعمل لنفسه قبه وملحقات على يعني سبب لروحه، جامع سبيل كتاب، على حسب يعني ايه مقدرته الماديه، ايه الملحقات اللي هتبقى بجانب القبه بتاعته تبقى ثواب ليه يعني.
فاحنا بنرجع لاسم المكان، اسم المكان القباب الفاطميه، لان السائد المعظم القباب الفاطميه، وهي المعظم المتواجده وليها طراز معماري مميز. نفسه هو الطراز المعماري هو الموجود هنا، موجود في قرافه القاهره اللي هو بالقرب من اللي هي في مصر القديمه اللي بيسموها يعني القرافه، منطقه القرافه دي كلها قباب فاطميه طراز موحد. هنا دي تاني مكان بعد القاهرة في الآثار الإسلامية، يقال إن هنا المقابر الفاطمية اللي موجودة في أسوان ده تاني مكان بعد القاهرة. ده طبعا ليه سبب مناخي. أنت القباب بتبنى بالطوب اللبن والطين، أسوان جافة، فإحنا عندنا قباب هنا عمرها أكتر من 1100 سنة و1200 سنة، ده يرجع لجفاف طبيعة المناخ. لكن يعني في وجه بحري طبعا امطار وسيول اكتر، فدي تاثر اكتر فالقباب. فتقريبا اللي بيكون بناؤه بحجر رملي او حجر مختلف الطين، الطين بيستحملش يتهدم. حتى هنا في اسوان في يعني في المناخ السيء الاخير ده لازم تحصل حاجه زي كده، يعني لان حاجه واقفه قبه طينيه بقى لها فوق الالف سنه واقفه، ولو فاطميه بقى 700 و800 سنه، فهي الطقس يرجع للبقاء المباني حتى وقتنا هذا يعني. بس فده اللي ساد القباب الفاطمية، كان اهتمام بالمعمار والقباب بطريقة أكبر في العصر الفاطمي، فانتشرت في يعني حتى في أسوان يعني انتشرت جدا بسبب احنا قلنا المناخ يعني سيطر عليها يعني خلاها تبقى، بالإضافة أن الفاطميين هو عصر كده أن يعني سواء غني أو فقير اللي لازم يبني له قبة اللي هو محاولة من إيه من اللي هو أن يبقى ليه مكانه وما يتنسيش. بالإضافة أن احنا لو نعرف في التاريخ أن في إيه، أن في ناس بتبني قباب لمجرد الرؤية، يقول لك شاهد رؤية، ما يكونش حد تحت دفنه بس يقول لك إيه حلمت بشيخ علم في كذا ويبدأ يبني له اللي هو تبركا بهذا المكان، فانتشرت قباب. في المنطقة ان في تبرك بكتير من الاولياء والتابعين، ان يقال ان هنا مثلا مشهد السيدة زينب او مشهد الحسن او الحسين، وهم طبعا بالطبع مش موجودين هنا، ولكن يعني يقال ان هم موجود لهم هنا شواهد او اماكن يعني تقديرا واحتراما لهذه الشخصية. ما ده امتدادا للكلام اللي كنت بقوله لحضرتك، ان بيبقى شاهد رؤية، ان خلاص هو مش قادر يروح لابو العباس في اسكندرية، مش قادر يروح، فبيبقى في مكان قريب يعمل له مكان قريب، يعمل حتى لو في قبة مش بتاعته قديمة، بس تقدير لهذا الشخص وتبركا لهذا الشخص. فهي الفكرة ده حتى سائد مش في أسوان، ده في جميع الجمهورية، هتلاقي أي مدينة في الجمهورية لازم نبقى تلاقي قبة لكل شيخ باسمه. تمام استاذ عم،
عمر برضو نتكلم على الطرز المعمارية للقباب الفاطمية اللي موجودة هنا في الجبانة الفاطمية اللي موجودة في أسوان، وإيه قيمتها الأثرية وبتدي ملامح إيه عن هذا العصر التي بنيت فيه؟ الكلام هنا حيطول، لأن أسوان فيها جميع العناصر المعمارية، بالإضافة إن فيها عناصر معمارية ما ظهرتش غير في أسوان وفي تونس. حتى إحنا في أثار كأثريين بنرجح إن المعمار ده التونسي اللي هو حاجة في جامع القيروان في تونس زخرفها، بتكون القباب. إحنا القباب يعني كعنصر معماري، القبة لو حد ياخد باله منها ان في القبة بتبقى قبة بصلية على شكل بصلة، قبة ضحلة تبقى يعني دورانها مش كامل، قبة نصف دائرية. القباب انواع وعناصر، كل العناصر دي موجودة في مدينة اسوان، بالاضافة ان حاجات اتميزت بيها مش موجودة غير في مدينة تونس وفي جامع القيروان. القباب ان في زخرف معماري اسمه منطقة الانتقال. منطقة الانتقال ايه هي؟ ان انا دلوقتي ما عندي كتلة مربعة اللي هي غرفة الدفن، مش غرفة الدفن، الغرفة اللي تعلى الدفن، الغرفة نفسها، القبة نفسها، عايز احط فيها قبة، فانا عايز عايز احول المربع لدائرة. فانا دلوقتي بتحايل بايه؟ في حاجة زخرفة اسمها منطقة انتقال يا بلاطات مسطحة، ان انا ابدا اول حاجة المربع احط بلاطات على كل جنب اخليه مسمن، وبعد المسمن اجيب القبة اهو اقرب للدائرة. او في حاجه اسمها مثلث كروي، ده متجاب، ده حاجه حديثه من ايام الدوله العثمانيه، يا اما فاطمي حاجه اللي هي زي حنيه المحراب بتبقى على كل مثلث، تبقى على المربع كده، وبعدين تبدا ايه تتحول لدايره. يعني زخرف هندسي، معمار هندسي، حاجه هندسيه اكتر، افكار هندسيه او افكار يعني في المعمار بتتعمل او حيل عشان تغير من الشكل او عشان تدي الشكل الجمالي ده او انتقال من حاجه لحاجه. معروف ان اهل اسوان هنا وخصوصا اهل ادفو كانوا من المميزين جدا بهذا الموضوع، ان هم عندهم القدره دي ان هم يعملوا القبه اللي فوق اي مبنى وتكون ليها اساس معماري متين وكمان تعيش لمئات السنين. ده فعلا ده تورثوه، وده يعني يعني عشان البلاد دي لسه بتبني بالطين، ادفو واسوان. طبعا ده فن معماري وحاجه تورثوها. يعني احنا بنتكلم في حاجه مثلا امويه بقالها اكتر من 1000 سنه هجريا، كانوا بيجيبوا معماريين من تونس موجود في اسوان. وخلينا برضو نتكلم في قصة ان اسوان نفس جو بلاد الحجاز، اللي بيجي من الحجاز مش هيعجبه جو الايه بحر والامطار وبتاع، انا عايز جو جاف حار متعود عليه. اسوان اقرب لجو الحجاز، حتى يعني حتى عائليا عائلات السادة الاشراف والادارسة هتلاقيهم متقوقعين في اسوان اكتر، والمركز الاشراف السادة الاشراف الحجازيين والعائلات موجودين في ضراء واسوان ووجه قبلة، يعني من البيئة والجو وكله تقريبا مقارب. طبعا احنا بنتكلم جغرافيا اجتماعيا تضاريسيا كله، انت لازم العرب يعني في اسوان اكتر، بالذات كمان ان انا ايه ان مثلا سيدنا عمرو بن العاص لما جه بيبعت القادة الصحابة اللي واثق فيهم، فهيجي يفتح جنوبا لغايه ما يستشهد او ربنا يحكم في امره. فهي القصه ان هتلاقي العرب من معظم لا ده جونا، ده جو الحجاز، خلاص هيربوا عائلات هنا ويعيشوا هنا. يعني حتى يعني اجتماعيا في ناس كتير زي ما قلنا اسوان هنا ترجع لاصولها عربيه واشراف وانصار وعباسيين، فشيء يعني شيء عادي، شيء يعني متوارث وشيء عادي، يعني ما فيهوش استغراب. صلات اجتماعيه وتاريخيه موثقه وموجوده بالجينات وموجوده كمان بالاشخاص اللي هم موجودين فعلا على قيد الحياه. فعلا، ومعمول لهم نقابات ويعني والناس متعرفين، حتى الشيء ده بيستغرب منه في وجه بحري، يقول لك يعني ازاي انت جدك عربي، جدك جعفر الصادق، جدك علي بن ابي طالب، مش مستغرب. لكن هنا في اسوان لما تقول له انا من اشراف، انا جعفري، انا انصاري، لا ده اصلا اول حاجه بتساله انت من فين وقبيلتك ايه. ده طبيعي، شيء طبيعي، لان ده شيء طبيعي في اسوان، القبليه ومعرفه الاصل. طبيعي. فاحنا بنتكلم هنا بنسميها جبانة فاطمة اسمها البقيع المصرية، البقيع الثاني. ليه؟ خلاص احنا معانا دليل مادي ان هنا معانا ناس
تابعين او صحابه بدليل مادي ان هم مدفونين. حتى شاهد القبر ده معروض فتح في متحف الفن الاسلامي موجود. اه ومن الـ من الـ من المعروضات الرئيسيه في متحف الفن الاسلامي. يعني حاجه اكتشفته العالمه الاسوانيه الشهيره دكتوره سعاد ماهر هي اللي اكتشفت هذا الشاهد القبر، وتم ارساله فورا الى المتحف الفني الاسلامي للحفاظ عليه وتركه كعلامه او تاريخ لهذه الفتره. والله يا دكتوره سعاد ماهر الله يرحمها، طبعا علامه من علامات او من علماء الاثار الاسلاميه ما فيش شك. وهي اصلا كتبها احنا دي مرجعنا، ده الطبيعي، ده وكتبها دي مرجعنا، وهي ودكتور فريد الشافعي دول مرجعنا في الآثار الإسلامية. فده حاجة بسيطة بالنسبة لعلمها واكتشافاتها يعني. وبالنسبة برضو يعني في قبلهم اللي اشتغل، بس دول كانوا منري في 1800، وحصل أيام الإنجليز ما كانش في منهج علمي في الدراسة، لكن احنا بناخد علمنا من العلم القريب الأكاديميين فعلا، الماشيين على منهج علمي فعلا. صحيح دكتور عمرو، كمان يمكن عايزين نشير للمجهودات وزارة الآثار في هذا المكان، ان المكان ده تعرض لكثير من الترميم والحفاظ عليه عشان يبقى الى هذا الوقت. بصي احنا يعني تقريبا احنا كآثار إسلامية أسوان ده اهم أثر عندنا، فالجهود كلها فيه، لان احنا ده مكان مفتوح بنحاول نوعي الناس، بنعمل مزار مجال للزياره تعرف طريقه كوب ازاي. زائد ان هنا في اسوان شيء اجتماعي مش موجود في بحري، ان هنا احنا عندنا دفن ببلاش، بتروح بتدفن بتختار مكانك وبتدفن. وطبعا عايزين نشير ان المقابر الفاطميه بالجوار على طول للمقابر اللي هي العاديه اللي بيدفن فيها المسلمين، وزي ما احنا شايفين كده الزياره متواصله على طول اليوم، الناس بتتخطى المكان وبتعدي، وبكل احترام وبكل تقدير لهذه الاثار الاسلاميه اللي موجوده بالقرب جدا من الاثار من المقابر العاديه لاهل اسوان الطبيعيين حاليا، وكله بيتم بصوره طبيعيه جدا. احنا بنشوف يعني اللي بيدفن حاليا ممكن يدفن جنب اثر بقاله 1200 سنه والقصه دي، بس احنا بنحاول نوعي برضو الحفاظ ده اثر 1200 وهو مسلم زيك وليه حرمته. يعني هي الفكره بنحاول نحاول الحفاظ احنا والمكان امتلا واستخدام احجار الحجر الرملي والاسمنت، فانت اللي بيدفن بدنه بيدوب تحته وبيكون لسه مكانه. لا احنا اللي قبلك وجماعه من اقول لك من التابعين ما كانش فيه الكلام ده وما نعرفش فين مقابرهم، فبتبقى حاجه بينك وبين الله. يعني انت دلوقتي انت بتبني بمواد قويه ومش هنعرف بعد كده، انت بتبني خلاص انت مكانك ده اتحجز 100 و200 سنه، واصلا البدن اخره ممكن في شهر يتحلل، واللي بياخد سنه على حسب الحاله. انت اللي احنا ساعات بنشتغل بنلاقي مثلا مقابر صندوقيه، مقابر بقالها 600 700 سنه، الله اعلم حاله مع الله ان جسمه لازم يتحلل ولا الكفن يتقطع، ما فيش حاجه حصلت له زي ما هو. فدي خليك دي حاجه سترك وحاجه بينك بين الله، ما تستخدمش يعني ما تخربش وانت بتخش في مكان اثري واللي قبلك انا اسف احسن منك، دول تابعين وفي منهم صحابه، بس احنا بنتكلم ان احنا في الـ في الـ في الـ في المعلومه اللي مش اكيد الاكيده انه ده تابعي ايام سيدنا عثمان بن عفان وجاي مع جيش سيدنا عمرو بن العاص تابعي. فهو نرجو لا احنا بنحاول نوعي ونثقف واي مكان بعيدا ده اثر مش اثر الحفاظ على المكان.
كده اللوحة اترسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم الأسبوع القادم في لوحة جديدة من موزايك.